مدرب السيدة العجوز أليجري يفاجئ الوحش المغربي المدمر القاتل الهداف يوسف النصيري بأعظم الكلمات والعبارات والتصريحات، وذلك قبل مباراة إشبيلية واليوفنتوس في الدوري الأوروبي. يا سادة يا كرام، ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. سنواجه واحد من أفضل المهاجمين على الساحة الأوروبية في الوقت الحالي. هكذا كان تعليق ماسيميانو أليجري مدرب اليوفنتوس عن الوحش المغربي يوسف النصيري قبل مباراة يوفنتوس وإشبيلية غدا في الدوري الأوروبي. أيضا أشاد أليجري بيوسف النصيري ومستوياته العظيمة مع فريقه خلال الآونة الأخيرة، مؤكدا أن المغربي مهاجم متكامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أيضا أليجري شدد على صعوبة المواجهة أمام إشبيلية، معتبرا إياه أن من يفوز في هذه المواجهة ويصعد من هذه المواجهة مبروك عليه لقب الدوري الأوروبي. ونحن هنا بنقول كل التوفيق يا يوسف، كل التوفيق ينصيري في تدمير يوفنتوس وأليجري ونجوم السيدة العجوز، كما دمرت اليونايتد وراشفورد ونجوم الشياطين الحمر.